هاني ما انا بقول لك مرحله اللي هو التاجيل والتمديد أنا والتسويق. انا متفاجئ من الجمله دي. يعني انا اصلا اتكلمت كتير على موضوع المفاوضات وعارف انه في زي اي مفاوضات شد وجذ. يعني انا عايز وانت مش عايز، بس دلوقتي ان انا اوصل لمرحله ان ممكن موسيماني ما يكملش مع النادي الاهلي، دي هتبقى مفاجاه كبيره لجميع النادي الاهلي. وانا بقول لك هم التلات اراء داخل النادي زي ما ذكرت لك كده، ناس بتقول لك هيجدد، ناس بيقول لك مكمل، ناس بيقول لك لا ربما ما يجددش، والثلاثه بالمناسبه التلات اراء مسؤولين داخل النادي الاهلي. مرحله التاجيل والتمديد والتسويف في ملف تجديد المدير الفني هي اللي بتفتح كل الحلول وبتسيب كل الحلول مطروحه. بس موسيماني هيروح فين؟ ده السؤال. موسيماني اصلا مش ما عندوش عرض يروح بيه حته تانية، حتى لو عنده عروض يروح بقى الخليج، الخليج مش هيبقى بنفس الطريقه اللي بيتعامل بيها موسيماني في داخل النادي الاهلي. بيتعامل هنا في مصر كمالك متوج، بيتعامل في النادي الاهلي كل طلباته الجماهيريه اللي بيتمتع بيها، بتكسب بطوله كل شهر، بتكسب بطوله في الكاس. انت في النادي الاهلي، انت في النادي الاهلي انت مدرب كويس طبعا، موسيماني مدرب بس كويس، بس مدرب بس عنده 50% بطوله كسبها اصلا كده كده مع الاهلي عشان اسم الاهلي، هيكسب الاهلي كده كده طبعا، وفي 50% بتضاف لك انت يعني اجتهاد اسمك اسمك كمدرب، انت بتشيل بطولات كتيره قوي. بص لحد دلوقتي بقى دي الخلاف، يعني لحد دلوقتي الناس ما شافتش ان الموسيماني عمل ال 50% اللي عليه، بس هو مدرب بيكسب بطولات كتير جدا، فمش طبيعي ان انا اغيره وهو بيكسب بطولات. بس هكلمك بصراحه يعني عمل 50 اكلمك بصراحه اكلمكم بصراحه شديده تمام. انا ساعات بيبقى عندي تحفظات كثيره جدا على موسيماني فيما يخص تصريحاته وكلامه وتعامله مع الصحفيين وتعامله في المؤتمرات الصحفيه وحواراته الخارجيه، عشان مبادئ النادي الاهلي وتقاليده ان كل حاجه تبقى في الغرف المغلقه. بس عمري ما هختلف ان هو مدرب ناجح في الملعب، وعمري ما هختلف ان المدرب ده المفروض يتجدد له عشان هو مدرب ناجح. يعني بس هو زي ما احنا اتفقنا لو بصينا على المستوى الرقمي هتلاقيه ناجح جدا كمان، وده مش ناجح ده امتياز زي ما بنقول. لو بصينا على مستوى الاداء لا طبعا هتديله تقييم، يعني ما تقدرش على النتائج تديله 100% بعيدا عن الدوري اللي خسره برضه، عشان هو ما كانش عنده ظروف المنافسه في الدوري المحلي، وهو طلع حتى اتكلم بالاسلوب ده بعد خساره الدوري. بعيدا عن ذلك هو نجح، انما على مستوى الاداء ما تقدرش تديله 100%، لازم تديله نسبه، لازم عنده دايما عنده اخطاء، ودي موجوده عند كل المديرين الفنيين. بس لما يبقى لك سنتين بتكوت فريق زي النادي الاهلي ونفس الاخطاء بتتكرر في كل مباراه، فاعتقد ان ده عجز واضح من المدير الفني. ربما يكون هو عنده مشكله في الحته دي، بس لما نيجي نتكلم عليه كتقييمه كشامل كمدير فني لا هو مدير فني ناجح ويستحق الاستمرار مع النادي الاهلي. والاهلي هيخطا لو ما جددش الموسيماني، لان اي مدير فني تاني زي ما موسيماني قال هيعمل ايه؟ يعني هتقول له اعمل ايه عشان تقعد؟ بس فالاهلي هيخطا لو ما جددش مع موسيماني.